السلام عليكم. هذه عائشة نفتخر بها. من موريتانيا. تشاركنا في كل شيء. عائشة وعائشة تاع الصح. عائشة مرحبا بك. هنا راكي في بلدك الثاني. ها؟ قداش عندنا تربص؟ هنا في بلدك الثاني 12 شهرين. هي تربص حاليا في المدرسة الوطنية. كيفاش اخترتي هذا الاختصاص؟ Comment vous avez pu choisir une spécialité? Un peu. Par passion. C'est un métier qui m'a longtemps passionné. Vous l'aimez?